ده الراجل في واحد كده في ماركة الأسبانية كده، حد طلع كتب كلمتين، قام الراجل مدير القسم الدولي قال لك يا نهار أبيض في الأهلي بتغلطوا، في الأهلي بتقولوا على الأهلي نادي مش عارف إيه. لا يا عم، شوف يا عم الراجل رد وبعت لنا الفيديو قال إيه، نسمع يا عم. Hello, I am Juan Castro from newspaper Marca here in Madrid, in Spain, just to say hello to all the Egyptian fans and all, overall, all the Al Ahly fans. We consider Al Ahly one of the best clubs in the world because they have so many African Champions League. Of course, we consider the King of Africa to Al Ahly, and of course, here in Spain, we estimate a lot, we valorate a lot, we value a lot Al Ahly as one of the best world in the world, one of the best clubs in the world. We consider that Al Ahly can even go to the final against Real Madrid in the Intercontinental Cup. So we are just looking forward to this match, preview to face Real Madrid. And also we are pleased to consider that Al Ahly will play Inter Miami of Lionel Messi in June in the opening match in the World Cup Club. So, of course, Al Ahly for us is like the Real Madrid of Africa, and we value a lot here in Marca. We value 10 points up to 10 to Al Ahly Club in El Cairo, Egypt. So, just to say hello to all the Al Ahly fans, and we meet each other very very soon. Ciao. هلو يا عم اخوان، اهلا وسهلا عم اخوان كاسترو مدير اداره القسم الدولي في صحيفه ماركا. عشان بس واحد غلط قال لك انتر ميامي هيلاعب فريق مش معروف ومش عارف ايه، فرجعوا على طول صلحوها، قال لك يلاعب ملك افريقيا، يلاقي ملك افريقيا النادي الاهلي. يقول لك احنا هنا بنعتبر الاهلي زي ريال مدريد، ما هو ما يقدرش الاهلي بشعبيته. اهو والاوبن فيفا كلاب وورلد كاب اجينست ذا كينج اوف افريكا الاهلي. هي قالتها ايه؟ الله يخليك سامعاني كده بتقول الاهلي مره تانية، اصلها بصراحه مش راضيه تطلع من دماغي. ايه الاهلي؟ ما اعرفش اقولها لا بجمالها ولا بحلاوتها. سامعاني تاني، الله يخليك سمعني، اشجيني تاني. One, so we already have out all the Brazilian team, so please go ahead to pick the second team. Thank you. Al Ahly FC. يا جمالك Al Ahly FC. في 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 جمال كده، في حلاوه كده اهو، وده الاهلي اللي مشرفنا، اللي مشرفنا، اللي متعنا النادي الاهلي. انا عايز بس ما هو ليه الاهلي بقى الاهلي؟ ما هو ليه الاهلي بقى كده؟ انا مش جعب التانيين، الله يسهل لعبيده جميعا يعني، بس ليه الاهلي بقى كده؟ هوريك ليه. عشان كده اللي انت هتشوفه ده، بص كده، بص بص، يلا وريني، شوف الصوره دي. التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، ديانج، وكله خلاص، ما كله دخل، كله دخل في المنظومة الجميلة، منظومة الاحترام، منظومة الحب، منظومة الانتماء، منظومة السعادة، منظومة البطولات، منظومة الميداليات، منظومة التفوق، منظومة التألق. بص، بحب شديد جدا جدا وبحالة عفوية غير عادية، لا رئيس بيخطف كاس ويجري، ولا واحد بيتنطط في وسط المش عارف ايه، ولا لا 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 لا، ده الراجل بحب واحترام، واللعيبة بحب ما بعده حب.
وبعدين في الاخر خلاص كتر خيركم، خدوا يا اولاد ميدالياتكم. بصوا 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 الجمال، هو ده هو ده النادي. عشان بس حضرتك تبقى عارف القصه شكلها عامل ازاي، تعرف الاهلي بقى كده ليه وهيبقى كده ليه وهيزيد كمان وكمان ليه، لانه هو ده، لانه في اخلاق، في انتماء، في مبادئ، في سلوك، في كاس، في ميداليات تطوق الاعناق. عرفت بقى ليه الاهلي، وعرفت ليه الكل، يعني لما الاهلي بيخسر بطوله بيعملوا افراح وليالي ملاح، عشان اللي انت شايفه ده، عشان ما حدش يقدر يعمل ده. الاهلي دائما وابدا يا جماعه مشرف مصر، والاهلي دائما وابدا هو الوجهه الجميله لمصر في كل المحافل الرياضيه سواء داخل مصر او خارج مصر.